اهلا ومرحبا بيكم، معاكم محمد عادل من قناة يوك، وده تاني فيديو توتوريال ليا. النهارده هوريكم برضو ازاي بنعمل كومبوستنج او فوتو مانيبيوليشن. طيب، زي ما اتكلمنا قبل كده على المقاسات في الحلقة اللي فاتت، ان احنا بيفضل ان احنا نعرف الاول قبل ما نشتغل على المقاس ده احنا بنشتغله ليه وايه الاسباب اللي بتخلينا نشتغل عليه. هل احنا بنعمله حاجة للسوشيال ميديا ولا حاجة للبورد او حاجة تطبع؟ طيب، الحاجة اللي بتطبع ديت هو طبعا اقرب مقاس ليها بيكون ال HD، ال HD size اللي هو كام، اللي هو 1920 في 1080. انا بفضل ان انا اشتغل على 1920 في 1080. طيب، هوريكم النهاردة انا بعمل ايه. ده الشكل النهائي اللي انا عامله زي ما انتوا شايفين. اوكي، هنبدأ، هنعمل نيو فايل. طبعا انا عندي السيتنجز بتاعتي مظبوطة على الاتش دي لان انا دوت اكتر مقاس انا بشتغل عليه. ممكن نسمي الفايل اي حاجة. طيب، اول ما ببدأ اول حاجة طبعا بستخدمها هي الارضية. بنشوف الارضية عندنا اللي هي ممكن تبقى الصورة دي مثلا، ونستخدمها. انا بالنسبة لي طبعا هقصها، وبفضل بالبين تول لان البين تول هو ادق طريقة ممكن تقص بيها. بس عندنا طرق تانية ممكن نقص بيها برضو، بس انا برشح حاليا البين تول. طيب، بعد ما حددت الشيب بتاعي، بعد ما حددت الشكل، بدوس رايت كليك، ميك سيلكشن ونيو سيلكشن، وبعدين بدوس كوماند شيفت اي عشان اعمل سيلكت انفرس، وبعدين كوماند جي. سوري. اوكي، بعض الناس بعد ما بتقص الشيب هي ممكن ترمي الجزء اللي تحت. بالعكس، انا بالنسبه لي موضوع الجزء اللي تحت ده مهم جدا. ليه؟ لان هو عليه الشادو الطبيعي. مش شرط ان انا في كل حاجه استخدم الشادو اللي انا بعمله، او ان انا احط حاجه يعني براش او دروب شادو او اي حاجه وانا اساسا عندي الشادو الواقعي. طيب، الشادو اللي تحت دوت انا ممكن اعمل منه نسخه تانية. واسلكت انفرس واطلع الشيب ده لوحده. طيب، انا كده بقى عندي الجزء اللي فوق وعندي الجزء اللي تحت. وطبعا زي ما قلنا قبل كده احنا لازم اي حاجه قبل ما نستخدمها لازم نحولها لسمارت اوبجكت. ليه؟ لان السمارت اوبجكت مهما كبرت ومهما صغرت فيها هي في الاخر بتفضل سمارت اوبجكت، تفضل محافظه على الكواليتي بتاعها. طيب، هندراج التو لايرز دول، كوماند تي، وطبعا كوماند زيرو عشان نصغر الصورة. طيب، انا كده بقى عندي الجزئين دول اقدر اشتغل عليهم، بس دول برضو مش الاساس. فاحنا هنبدأ نحط درجة اللون اللي هي الارضية. بنختار اللون اللي احنا عايزينه، فليكن مثلا الازرق، ممكن درجة زي دي نحطها في الباك جراوند، وبعدين نعمل لاير تانية الدرجة الأغمق منها. ممكن نعمل كده، وبعدين بندوس E شورت كات للإريزر، وبكبر شوية البرش بتاعتي، وبدوس على رقم 3 4، أي رقم من الأرقام اللي فوق ديت علشان يغير على طول في الأوباستي بتاعت البرش. طيب، بدأت أشيل الجزء ده شوية. بقى عندي الغوامق في الأطراف شوية، وبعمل
للخلفية أو الأرضية بتاعة الجرافطة، بعمل لها blending mode. زي ما اتكلمنا بدوس shift أو plus أو minus علشان أغير blending mode. هنغير طبعا لحد ما نشوف أفضل نتيجة معنا. هو طبعا غالبا هتكون الأوفرلاي. بس افضل نتيجة انا شايفها المالتيبلاي. طيب انا عندي الجزء دوت باين شوية، فانا هحاول اداري فيه كوماند بلس او ماينس عشان نزوم ان او نزوم اوت، واعمل ماسك للاير ديت علشان اخفف فيها. نصغر البروش شوية وندوس مثلا 2 أو 3 علشان نقلل الاوباستي. ببدأ أمسح كل الحتت اللي باين منها خط شوية في الشادو علشان تبقى خفيفة بالشكل ده. وببدأ طبعا ممكن الحتة ديت مضايقاني شوية، ممكن أعمل لها لكوفاي بحيث إنها تبقى جاية مظبوطة. اوكي لكوفاي، ممكن أضغط عليها شوية بالشكل ده. اوكي تمام. ابقى انا كده عندي البطل او العنصر الاساسي اللي انا هستخدمه في الارضيه. ممكن بعد كده بقى على العنصر ده ابدا عليه شغل، ممكن ابني عليه اي حاجه. ممكن نغير شويه في لونه برضو علشان يبقى متماشي مع الارضيه. بالشكل ده نغمق سنة بسيطة. اوكي ونضيف سنة بسيطة قوي من الشادو تحت الجرافطة عشان تبقى مظبوطة. بالشكل ده ويفضل ان احنا نعملها اوفرلاي. ليه؟ علشان الاوفرلاي احنا لما بنعمل الاوفرلاي دوت هو بيكون مرتبط بالارضية. يعني انا عملت الاوفرلاي بالشادو فبياخد شوية من التون الارضية. في ناس طبعا بتستخدم ايه، بتعمل اللون او بتاخد الدرجة بالظبط بتاعة الارضية وتشتغل بيها على طول بالبرش. انا شخصيا انا احب ان انا اعمل درجة الاسود، التون الاسود، واحطه تحت اللاير ديت، وبالتالي بعد كده بعمل له اوفرلاي بلندنج مود اوفرلاي علشان يبين درجة الارضية. طيب بعد ما عملت الحركة ديت نبدأ بقى نبني على الجرافطة ديت. ممكن سيلكت بالبن تول الجزء ده كده، وبعمل لير تانية وممكن اخلي ديت لونها اسود وهسلكت تاني الجزء ده.
مثلا خليه درجة أبيض بالشكل ده، وهنا برضو هعمل نفس الكلام نفس الطريقة برضو. وبرضو نفل الجزء دوت كده. انا عندي زي ما اكون مسطح عامله للأرضية. بمعنى ايه الليرات ديت؟ انا دلوقتي انا عملتها ليه؟ علشان انا هبدأ اضيف عليها الشكل او الأرضية بتاعت المدينة. بمعنى ايه؟ ان انا هجيب مثلا صورة زي دي، حاجة زي كده مثلا، هي already smart object، نصغر فيها command T، ومثلا ممكن اخد اللاير بتاعت الارض اللي هي الفاتحة ونحطها في الجزء ده. دي كده اول لير. طيب هنعمل واحدة تانية بنفس الطريقة برضو، ممكن نجيب نفس اللير تاني، كمان تي كمان زيرو، وممكن نعدل البرسبكتيف بتاعها شوية عشان تبقى ماشية مع اللاين او الخط اللي انا عامله اللي هو المنظور بتاعي. ممكن نحركها كده شوية، وبرضو هنلينكها باللير اللي تحت ونحطها عندي بالشكل ده. طيب انا كده دلوقتي بقى عندي اللاير او سماكة الارضية اللي عندي. ممكن طبعا اضيف شوية حاجات تحت هنا عشان برضو تبقى واقعية اكتر، وممكن اخليها زي ما هي كده وابدأ اضيف على الجزئية التانية دي. مش عندي هنا برضو الزرع، ممكن نحط ارضية زي ديت، ممكن ناخد حاجة زي كده على طول. طبعا انا يفضل ان انا اقص ديت، طيب زي ما وريتكم قبل كده احنا بنقص ازاي. ممكن اقص بالطريقة اللي هي بتاعت الشانلز، وممكن اقص بالطريقة اللي هي color range. انا بفضل ان انا اقص بطريقة color range، ان انا ممكن اعمل command shift u بعد ما عملت duplicate للاير، وعملت كوماند جي وبعدين كوماند شيفت يو علشان اعمل الدرجة اللي هي الغامقة، وبعد كده ممكن اغمق سنة بسيطة عشان اعرف برضو انا بسلكت ايه كده مثلا، وبشوف السلكشن كالر رينج وبختار اللون الابيض اللي انا عايز اعزله. ممكن بعد كده لو في زيادات او في حاجة ممكن الكويك سيلكشن تول، ممكن ابدأ اشيل الحاجات اللي انا محتاجها. بالشكل ده. وبعدين بدوس على الباك جراوند كوماند شيفت اي عشان اسلكت انفيرس، وبعدين كوماند جي. بكده طلعت الشيب التاني او الشيب اللي هو النهائي اللي انا ممكن استخدمه، اللي هو الجزء اللي فوق اللي انا عايز اعزله. اوكي.
اوكي، زي ما قلنا قبل كده برضو لازم نحول اي حاجة لسمارت اوبجكت ونحطها على اللير السوداء. بالشكل ده طبعا انا عندي الجزء ده انا ممكن اضيف فيه او ممكن اقلل منه شوية بحيث ان انا يبان عندي الشيب بتاع الزرع نفسه، بس انا ما بفضلش الحركة ديت عامة. انا بعد ما بخلص ببدأ اضيف بالبرش، ببدأ اضيف الزرع نفسه او الملمس بتاع الزرع. ممكن نضيف حاجة تانية برضو كمان، حاجة زي كده. ونخليها تحت اللاير دي. اوكي بالشكل ده. وممكن اعمل لديت لاير ماسك علشان ابدا اشيل الزيادات اللي عندي واقلل الاوباستي شويه، وبكده اكون دمجتها شويه مع الجزء اللي فوق. تمام، بعد كده ممكن نبدأ ندي تونات غامقة شوية بقى على الجرافطة عشان يبدأ يبان الشيب عندي مظبوط ومتناسب مع الأرضية اللي أنا ركبتها أو الزرع اللي أنا ركبته. نبدأ نضيف هنا غوامق شوية، نعلي الوبات شوية بالشكل ده. في نشوف overlay هتدينا ايه. ممكن نعمل واحدة منها تانية. ونبدأ ندمج شوية بينها وبين الجرافطة لحد ما تبقى مظبوطة. طيب بعد ما وصلت للمرحلة ديت ببدأ بعد كده أفكر ايه الأيتيمز التانية اللي أنا ممكن أضيفها أو ايه العناصر التانية اللي أنا ممكن أركبها. طبعا يفضل وأنا شغال عامة يفضل إن أنا أعمل كل حاجة في جروبس. ليه؟ علشان أنا اللاير كل ما بتكتر معايا كل ما أنا في احتمالية إن أنا أتوه، لأن بعد ما بخلص خالص أنا بضطر إن أنا أرجع لللايرز اللي تحت عشان أبدأ أظبط فيها إضاءات، أبدأ أظبط فيها إفكتس، أبدأ أظبط فيها أي حاجة. فيفضل إن أنا بقفل اللايرز ديت كلها ونعمل لهم جروب. ممكن نخلي دول في جروب لوحدهم.
اوكي، وبعد كده نبدأ نشوف الايتمز التانية اللي احنا هنضيفها. ممكن حاجة زي كده، ماشي. زي ما قلنا هنعزل تاني بنفس الطريقة، كوماند جي كوماند شيفت يو عشان نغير اللون ونخليه اسود، ونغمق التون قوي بحيث ان الكالر رينج يلقط معايا اللون بالظبط اللي انا محتاج اشيله. اوكي، سيلكت كالر رينج، بختار طبعا اللون الابيض. اوكي طيب، هو طلع لي في حاجات طبعا هنا فيها شوية ابيض، بس زي ما قلنا ممكن نستخدم الكويك سيلكشن تول، هعزل بيها الاجزاء البسيطة دي. قلت طبعا عشان يعني اعمل بالسالب. اوكي كده انا تقريبا عندي الشكل جاهز. وبعدين بنختار اللير الاساسيه كوماند شيفت اي عشان يسلكت انفرس، وبعدين كوماند جي، هو كده طلع لي الشيب الاساسي. وزي ما قلت قبل كده برضو كونفرت لسمارت اوبجكت، ونروح على الشكل الاساسي بتاعي كوماند زيرو، نصغر شوية البيت ده. نصغر سنة بسيطة. اوكي، وابدا اظبط البيت مع البرسبكتيف بتاعي اللي هو بالطريقه ديت. يفضل وانا شغال انا ممكن اعمل لير، لو انا عندي البرسبكتيف مش مظبوط ممكن اعمل لير وارسم بالبرش اصغرها خالص. وممكن مثلا اجي خط من هنا خط هنا، وبرضو من خط هنا وخط هنا، وممكن خط هنا الخط هنا، و كده مثلا كده. ده البرسبكتيف بتاعي اللي انا ممكن ابني عليه احط عليه البيت دوت. طيب خلينا نغير في البرسبكتيف بتاعه لحد ما نظبطه مع النسبة شوية. ممكن نشتغل شوية بالراب دوت لحد ما تظبط معانا البرسبكتيف. بالشكل ده كده تقريبا انا ظابط شوية البرسبكتيف بتاعي، وعندي حتة تحت ممكن اشيلها شوية بالبرش تول، نقلل اوباستي شوية البرش ونبدأ نمسح الجزء ده. طيب بعد ما حطيت البيت دوت انا بفضل طبعا ان هو لازم يكون واخد من نفس المود بتاع الخلفية او واخد من نفس الالوان عامة بتاعت الارضية. طيب باخد لير جديدة، بحط لير جديدة فوقيه واربطها باللير اللي تحتها، وممكن اخد من درجة الازرق شوية او ممكن من درجة الاخضر اللي هي الزرع نفسه، وابدأ اضيف في الحتة دي. طبعا معلي الاوبستي شوية واضيف في الجزء ده بالشكل ده كده، اوفرلاي برضو كده. وممكن ادوس كوماند يو واغير في الالوان بتاعتي لحد ما تاخد شوية من الاخضر. اوكي انا كده شايف ان هو حلو. تمام، ممكن نفتح سنة بسيطة. تمام ماشي، بعد ما وصلنا المرحلة ديت نبدأ نشوف عنصر تاني ممكن نضيفه.
نشوف حاجة مثلا زي كده. بنفس الطريقة برضو وبعدين ممكن أغمق الجزء ده شوية بحيث ان انا يبقى باين عندي الدرجة التون الاسود من الابيض، وبختار select color range والابيض، هن select inverse command shift i ونختار الباك جراوند وبعدين command j. بكده اكون طلعت بالشيب اللي انا عايزه. طيب برضو smart object و ناخده على الفايل، زوم اوت شوية ونصغر. بالشكل ده ممكن نخلي الشجرة ديت ورا البيت. ونسمي ديت برضو جروب. ممكن ديت تري. ونحط لايرز فوقيها. درجة غامقة جدا. نغمق الجزء اللي عند البيت وهندوس V Shift Plus عشان نغير في البلندنج مود، وممكن نخليها Soft Light. ماشي. بعد ما وصلت المرحلة ديت بشوف items تانية ممكن استخدمها او ممكن عناصر تانية ممكن ادخلها شوية في التصميم، زي مثلا حاجة زي كده. بس طبعا هضطر ان انا اقفل كل دول. بنفس الطريقة command J command shift U color range نختار الابيض، ولو في selection داخل على الابيض اللي جوه ممكن نشيله من هنا. بالشكل ده وين select inverse و command J على ال background. اوكي انا كده طلعت الشيب اللي انا عايزه. ناخده برضو نحطه هنا command T command shift 0 عشان نصغر السكيل بتاع الفيل. بالشكل ده ممكن نكبره شوية. برضو لير فوقي ونلكها باللير اللي تحتها وناخد من اللون الأخضر ونختار
نبدأ نغمق شوية عند رجله. soft light ونعمل layer mask. ممكن نصغر البرش خالص، ممكن تبقى واحد، ونبدأ ناخد شوية كأنه تداخل الزرع دوت مع رجل الفيل. وطبعا وانا شغال برضو انا لازم اكون عارف مكان الصن افكت اللي هيكون مؤثر عندي على المكان، بحيث ان انا اقدر اظبطه برضو مع كل لاير انا بحطها. بمعنى ايه؟ انا عندي هنا مثلا الفيل دوت، هعمل له نيو لاير وابدا اضيف الشادو، لان انا هعمل الجزء ده الجزء ده هعمله غامق. في ومغير برضو في البلندنج مود، هنخليه سوفت لايت، نصغر البراش شوية بالشكل ده. ممكن لاير تانية ونغمق برضو شوية. اوفرلاي ونحط الاضاءات اللي احنا هنكون عاملينها. طبعا مكان السن افكت هيبقى هنا، فاحنا هنخلي الجزء ده هو اللي فيه الاضاءات ومركز الضوء عامه بالنسبه للتصميم. هنختار اللون الاصفر اللي هي درجه لون الشمس بالشكل ده، ونبدأ ننور الأطراف. بلندنج مود برضو، ونغير نخليها يا اما سكرين يا اما سوفت لايت. انا عن نفسي بفضل انها تكون دلوقتي سوفت لايت. ممكن نقلل فيها شوية ونعمل درجة تانية لونها أبيض. الدرجة دي بتكون ريم لايت، هي درجة خفيفة قوي بحيث إن أنا أحسسك الموضوع واقعي شوية. بالطريقة دي درجة خفيفة خالص. مثلا ممكن نظبط برضو السكيل بتاعه شوية. بالشكل ده. وطبعا مكان الإضاءة جاي من الناحية دي، فاحنا هنعمل له لاير تانية كوبي. بدوس كوماند، بدوس الت تحت اللاير ديت، وأحولها درجة سودا color overlay، وأخليها لونها أسود. وممكن بعد كده نعملها سمارت أوبجكت ونعكسها. بالشكل ده نلعب شوية في درجة الميل بتاعت الحاجة. بالشكل ده
نعمل له layer mask، نبدأ نشيل الجزء اللي احنا مش عايزينه اللي هو ده خالص، مش عايزين الجزء ده، ونعمل blending mode. بالشكل ده كده. طبعا ممكن اضيف شوية حاجات تانية برضو باللايرز التانية اللي هي درجات الغوامق برضو عشان احسسك بالظل شوية تحت الفيل، بنفس الطريقة كده. Smart Object و Blending Mode Color Overlay. طيب انا عندي الحتة بتاعت الرجل دي منورة شوية، فانا يفضل ان انا اغمقها سنة بسيطة. ممكن بالشكل ده. وهبدأ أعمل ديت بلير شوية، فلتر بلير جاوزن بلير، عشان برضو بيكون ساعات الريفلكشن بتاع الشادو ما بيكونش شاربن قوي، فانت بتحتاج ان انت تعمل له بلير شوية عشان يفيد اوت. اوكي بالشكل ده. ونبدأ نغمق برضو في درجة البيت شوية من الناحية اللي هي عكس اتجاه الشمس بالشكل ده. مثلا ونبدأ نمسح الزيادات. طبعا هنضيف شوية إضاءات وهنضيف شوية حاجات على البيت من فوق عشان يبقى باين إن هو واخد شوية من درجة الشمس. تون برضو الأصفر بالشكل ده. سوفت لايت، نشيل شوية زيادات. اوكي هنضيف درجة أبيض خفيفة برضو على سطح البيت. بالشكل ده. طيب عندنا البيت كده ممكن يكون مظبوط شوية، ممكن برضو هننور الشجر سنة بسيطة برضو درجة الأصفر شوية علشان الشمس، بنفس الطريقة كده. بعدين سوفت لايت، ونضيف سنة يعني بسيطة قوي من الأبيض. اوكي كده انا حتى الآن بالنسبة لي بدأ التكوين يبان شوية. ممكن حاجة زي كده برضو نستخدمها، يعني شخص زي ده مثلا. اوكي برضو هنزل بنفس الطريقة.
color range، نختار اللون الابيض. طبعا هنا هيبقى فيه مشكلة شوية في الحتت دي. طبعا هو يفضل في حاجة زي ديت ان انا بختار السيليكشن بتاعي بالبين تول، بس انا عشان اقتصر شوية في الوقت فانا بحتاج ان انا اعمل الكالر رينج. طيب الكالر رينج ديت هي بالنسبة لي انا ما بطلعش الشيب بيرفكت، بس يعني انا مضطر ان انا استخدمها برضو عشان الوقت قصير معايا. ببدأ اشيل الزيادات برضو عشان هو لو في ابيض هو داخل عليه. طيب هنا الجزء دوت ممكن نستخدم مثلا لاسو تول. طيب ده كده التحديد اللي طلع معايا. بختار برضو الجراوند وبعدين كوماند شيفت اي سيلكت انفيرس بعدين كوماند جي. اوكي انا كده طلع معايا الشيب اللي انا هستخدمه. ويفضل ان انا بدوس كوماند وعلى اللاير بسلكت اللاير بسلكت انفيرس تاني واعمل كوماند جي عشان يطلع لي الأرضية أو الجزء اللي أنا هستخدم فيه الشادو. طبعا أنا كل ده مش محتاجه، يعني أنا الجزء ده كله أنا مش محتاجه، كل ده كده مش محتاجه. أنا مش محتاج غير الجزء البسيط اللي تحت رجله اللي فيه الشادو. أوكي convert smart object هنا نفس الكلام وبعدين نحطهم هنا. صغرهم شوية. نبدأ نشوف الجزء ده ممكن نستخدمه ولا لأ. لو ما عجبنيش ببدأ أغير الشادو، بس ده بالنسبة لي أنا مش محتاجه فأنا هستخدم اللاير دي لوحدها. كوماند جي و ناكس الشادو حولها اسود. نخليها بالشكل ده.
نصغرها سنة بسيطة. طبعا انا مش محتاج الجزء ده كله، فانا هعمل ماسك للماسك وابدأ اشيل الجزء ده كله انا مش محتاجه حد هنا، ونعمل overlay بالشكل ده، ممكن نقلله سنة و جازون بلير. اوكي ماشي، ببدأ طبعا اعمل جروب اسميه برضو ماشي، ببدأ احط لايرز فوق الشخص دوت برضو بحيث ان انا احط درجات الغوامق بتاعتي اللي هي درجة الاسود والتونات الشادوز. طيب انا عندي الجزء ده هيغمق معايا، ممكن اكشلي اعمل درجات غوامق في النص، نقلل درجة الغوامق شوية في الجزء ده نغمقها سنة، ونعمل جاوزن بلور. طبعا هحاول برضو اظبط البرسبكتيف شوية، هبدأ ازود اضاءات شوية هنا في الجزء ده برضو، التون الأصفر بتاعي اللي هو بتاع درجة الشمس اللي أنا بستخدمه في كل حاجة، نبدأ نخلي الأجزاء دي. بالطريقة دي كده ممكن نبدأ نضيف شوية درجات أخضر بقى في الجزء ده. وكل ما نضيف طبعا عناصر تانية زيادة كل ما يكون الشكل أفضل والتكوين أفضل. يعني أنا ممكن أضيف برضو حاجة زي كده، ممكن برضو أيتم زي ده،
طيب نضيف مثلا حاجة زي دي. بالشكل ده نبدأ نمسح الأجزاء اللي في الأطراف. برضو شوية إضاءات شوية كده ونضيف شوية عناصر تانية. دي كمان زيرو مظهر الحاجة. ممكن نلعب شوية برضو في البرسبكتيف بحيث ان احنا نظبطها اكتر. بالطريقة دي وكده اكون بدأت التكوين يوضح عندي شوية. هبدأ برضو اشوف الظل والنور جاي منين. مركز الضوء عندي برضو من نفس الحتة كده. ممكن overlay أو soft light وندي برضو شوية غوامق من الحتة دي. طيب أنا عندي الجزء كله اللي تحت بتاع الزرع دوت كله هيبقى غامق. يعني الجزء ده كله هيغمق معايا عشان مكان الظل. نختار برضو درجة سودا بالشكل ده ونبدأ نغير في البلندنج مود بالطريقة دي مثلا. اوكي نبدأ نشوف ايتمز تانية ممكن نستخدمها. ممكن حاجة زي كده مثلا.
حاجة مثلا بالشكل ده، باخد الجزء ده كده و convert smart object. نبدأ نغير شوية في البرسبكتيف بتاعي، راب طيب. بعدين نبدأ نظبط شوية الحتة دي، ممكن بالشكل ده. مثلا نبدأ نظبط شوية ممكن نبقى بالشكل ده شوية، وبعدين ممكن نبدأ نضيف أشكال تانية، حاجة مثلا نبدأ نضيف عناصر تانية، حاجة زي كده. مثلا اوكي بالشكل ده. ممكن نقلل دول شوية خفيفة، ماشي. وبعدين ممكن ناخد حاجة نمسح دول كده نقفلهم. ممكن نبدأ نستخدم الايتمز دي برضه بنفس الطريقة.
نبدأ نحدد الطيور اللي احنا هناخدها. كل واحدة من دول هنحولها لسمارت اوبجكت عشان برضو زي ما قلنا نعرف نستخدمهم بشكل افضل. نبدأ نصغر شوية فيهم. ممكن نغير في حجم ده شوية بحيث ان هو يدينا إيحاء بالحركة شوية بالشكل ده. ممكن نعمل له motion blur. والجزء برضو اللي احنا مش عايزين نعمل له motion blur ممكن نخفيه. بالشكل ده ونديهم تون خفيف قوي درجة أزرق. ممكن نعدي شوية طبعا الحاجات اللي ورا ممكن نقلل حجمها أو نقلل الأوباستي بتاعتها بالشكل ده. اوكي نقفل دول مش محتاجينهم. ممكن نحط حاجة زي كده. بالشكل ده. ماسك لير
طيب اوكي، وبعدين ممكن نصغر دي شوية. نبدأ نضيف شوية items تانية، حاجة زي كده مثلا. خليهم تحت. بالشكل ده مثلا، وممكن نحط عليها درجة اللون بتاعة المية الحقيقية كده مثلا، ونغير برضو في البلندنج مود لحد ما تظبط معانا خالص. مثلا الدرجة ديت كده، وممكن نخلي ديت برضو نضيف عليها درجة أزرق خفيفة علشان تبقى ماشية مع اللي تحت. برضو لازم نجرب البليندنج مود، لأن البليندنج مود هو اللي بيظبط الألوان. و بعدين ممكن نغير في ده شوية. ونفتحها سنة بسيطة. ممكن برضو نفتح دي شوية. نضيف عليها سنة أبيض برضو خفيفة عشان نظبط التون بتاعها. نبدأ نغمق عليها شوية في الحتة اللي جوه. نديها دروب شادو علشان تبقى ماشية مع الأرض. بالشكل ده
ممكن نمسح الجزء ده سنة. طيب انا دلوقتي باين ان انا عندي المياه يعني نازله شويه، في شلال شويه على الارض، بس عندي الجزء ده فيه مشكله، هضطر ان انا اغمقه. فهشوف اللاير بتاعته فين وابدا احط عليها درجات، يعني اغوامق او اغير في الالوان بتاعتها. يعني ممكن مثلا حاجه زي كده، ممكن أضيف الدرجات دي. طيب انا عندي الجزء ده شوية هحتاج ان انا ازوده. بالشكل ده بالشكل ده كده اكون ظهرت ان في مياه يعني موجودة على الارضية. ممكن برضو اظبط الحتة دي شوية. كده تقريبا وصلت لمرحلة لطيفة. ممكن نضيف حاجة زي كده مثلا. على الأرض بحيث انها تبين انها زي ما تكون مدلوقة، في بؤر مية كده على الأرض. بالشكل ده
نعمل لاير تانية على ديت نفس الإفكتس ونفس الألوان. كده مثلا نضيف درجة بسيطة من الأبيض علشان يبان ان هو زي ما يكون نازل من الشلال، حاجة زي كده مثلا. ممكن نضيف برضو عنصر تاني، الشكل ده، وسلكت انفرس برضو كان نفس الاسلوب، وسمارت اوبجكت ونحطها في اللاير هنا. نشوف شكلها برضو لما نعكسها. طيب وببدأ برضو احط له اعمل له جروب ونضيف لايتس وشادوز بنفس الطريقة. نروح التانية ونعكسه نحاول الاسود. اوكي ونقلل نسبة الاوباستي شوية، ممكن نشيل برضو الجزء اللي احنا مش عايزينه خالص.
سمارت اوبجكت اوفرلاي ماسك ونبدأ نشيل من رجله برضه عشان نحس ان فيه زي ما كنت داخل مع رجله والزرع. بالشكل ده. طيب ممكن نضيف بعدها برضو شادوز. نضيف افكتس تحت. ننزل كده شوية. ونعمل لهم بلندنج مود. ممكن نغمق شوية برضو الجزء اللي تحت ده. تسمى نبدأ نغمق الجزء ده شوية عشان برضو الشمس. سوفت لايت. نور الحتة دي برضو. سكرين. دي تون اصفر سنة بالشكل ده. درجة اخضر. لايت. تمام. ممكن نحط درجة سنة أبيض خفيف أوي فوق علشان برضو درجة لسعة الضوء. تمام ماشي. انا بالشكل دوت انا تقريبا اعتبر وصلت للشكل النهائي. فاضل بس حتة ان انا اضيف الافكتات النهائية اللي بيها بقفل الشغل. او ممكن مثلا ابدأ اضيف السان افكت. مثلا بنعمل براش تول ونكبر السايز شوية ونختار الدرجة بتاعت اللون. مثلا درجة الصفراتي شوية ونعمل حتة كده من البراش درجة خفيفة ونبدأ نجيبها سكرين. كان نكبرها شوية بالشكل ده. ممكن نطلعها فوق كده. نهديها شوية مثلا في الرينج ده ونجيب افكتس من بره. بيبقى فيه مثلا ممكن نجيب حاجة زي كده. بعدين بعد ما بضيف السان افكت ممكن اضيف حاجة تانية. ممكن مثلا حاجة زي كده. ونعمل لها شوية بس نظبط الأطراف بتاعتها.
بالشكل ده. ممكن اضيف حاجة زي كده برضو ونصغرها قوي. ونقللها خالص بالشكل ده. وكده انا تقريبا يعني راضي عن الفيجوال شوية، بس برضو عندي حتة هنا هضيفها بسيطة. حاجة مثلا زي ديت، بالشكل ده عشان ندي بس إيحاء خفيف كده ان هي يعني معمول لها بس ملمس بتاع النجيلة. ممكن برضو نظبط شوية حاجات هنا خفيفة. بالشكل ده ممكن نبدأ نحط التونات بقى اللي هي التقفيل. بعمل ايه الاول؟ سوليد كلر، بختار اللون الاسود مثلا خليه فوق خالص، وبعدين ممكن نعمله سوفت لايت مثلا ونقلله ل50 ونخلي الجزء اللي جوه فاتح شوية. بنهدي البراش وننور الجزء ده. بالشكل ده ممكن نلف حاجاتنا شوية بسيطة. كده مثلا. وممكن نضيف جريدينت شوية، درجة غوامق من تحت ننزلها تحت شوية بالشكل ده، ونغير في الألوان سنة بسيطة نشوف color look up. يعني ممكن نعمل حاجة زي fall colors، نجرب البلندنج مود فيها شوية. ممكن بالشكل ده نشوف selective color، نغير شوية في الأخضرات. اوكي ممكن نظبط شوية في saturation.
بالشكل ده. وبعدين بعد ما وصلت للمرحلة ديت بقفل اللاير بتاعتي كوماند الت شيفت اي، لازم اقفل اللاير بتاعتي واعمل كاميرا رو فلتر. اول حاجة طبعا اول ما بفتح كاميرا رو فلتر انا بالنسبة لي انا بدوس اوتو علشان اشوف هو ايه المطلوب مني، يعني ايه اللي بيحدده لي بيزد على عليه ببدأ اشتغل. طيب انا عملت دلوقتي الاوتو، انا شفت ان هو عايزني اهدي اللون شوية لان هو حاسس ان درجة فاقعة، يعني فاقعة قوي او اللون فاتح شوية قوي. اوكي ببدأ اغمق ده واقلل الهايلايتس. اوكي ممكن اقلل الهايلايتس شوية من هنا يعني ازود شوية ديتيلز عشان برضو تبقى التفاصيل باينة. ممكن العب شوية في الالوان، ابدأ اغير اللون شوية بحيث ان كله يبقى ماشي مع بعضه حاجة بالمنظر ده مثلا. ونبدأ نخش في الإفكتس برضو، ممكن نغمق شوية من بره من الأطراف بالشكل ده. أوكي أنا كده راضي شوية، ممكن يكون برضو الشمس لسعة معايا. نهديها سنة. بالشكل ده وقلنا هنزود الديتيلز. انا عن نفسي انا بحب الاكوا بلو في اي الوان انا بضيفها لان الاكوا بلو دايما بيكون لون مميز. اوكي وممكن اعمل واحدة تانية وبخش فلتر اذر هاي باس واخلي الهاي باس بتاعي قليل جدا. وبعدين بعمل حاجة اسمها لينير لايت، بقلل الاوباستي شوية. اوكي ممكن اقفل اللاير ديت برضو واعمل واحدة تانية. بالشكل ده انا كده يا جماعة وصلت لنهاية الحلقة، اتمنى يكون عجبكم الشغل وان شاء الله اشوفكم في حلقة جديدة من محمد عادل وهيوك. اوكي شكرا لكم.